اللي يعوض حمراوي اليوم ممكن يلعب نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الدور، يعني الدور راح يكون اكثر دفاعي في 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 في, في المباراه هذه مع التحول مع افتتاح يكونوا متحررين ويكون الاداء نتاعهم افضل حسب رايي. اكيد معناتها توازن مهم في كره القدم دائما، معناتها نضغطوا على ده مشكله عندما كان مع مرسيه، مشكله الاطراف دائما كلاسيكيه، ليست هناك تنوع في اللعب على الاطراف بشكل جيد. اكيد لازم يتعلم معناتها النوع اللعب المرور معناتها يسلم الكره بسرعه ما يحتفظش بها ويحاول يكون دقيقه كاميرا قاعدين نخلو في اللعب. شكرا للزميل احمد فؤاد بين سبورتس، نرحب بكم من عاصمه الجزائر لان يكون التاهل السادس للفرق 2001 فاز باللقب الفاينل شبيبه القبائل طول عمرها مناطق فريق التونسي في الاياب هدف زافور وحسن صبر بين انطلاقه سريعه لصالح نجم الساحل لصالح النادي الرياضي الصفاقسي لصالح الفريق الجزائري ضغط مرة كرة لبن شريفة كرة خطيرة مناطق الصفاقسي هذه محاولة للجهاز هدفنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف كرة داخل منطقة الجزاء الفريق الجزائري والتغطية تتم كرة تلعب داخل منطقة الجزاء الجهاز محاولة خطيرة إعادة من جديد للمحاولة الأخيرة كرة داخل منطقة الجزاء شبيبة القبائل هذه محاولة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي كرة خط كرة الهدف والتسويقية بتاع كرة بن شريفة تفوق لأحمد عمار هذه كرة تنتهي خطير هذه الإعادة الإعادة لكرة الكناري كرة مسافة بعيدة تسبى عليها قعلون نسية لشفنا كرنفال كبير سواء في ملعب الطيب مهيلي كرة تلعب داخل منطقة الجزاء الفريق الجزائري من مليك تشيسكا يصل لمنطقة بن شعيرة فاض برا التسديد كرة تلعب داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة في آخر لحظة لتنتهي إلى ضربة مرمى إعادة من جديد للفريق التونسي تسديدة كرة كانت ميتة تابعها البوت شوف الإعادة دفع ضربة جزاء من كرة ميتة شواط تابعها شواط ضيع سينتهي بالتعادل السلبي من دون أهداف فراس شواط يقدر ان ينطلق الشوط الثاني كره للصالح فريق شبيبه القبائل هذه تسديده من ايمن حارسي غادر الملعب تلعب كره داخل منطقه جزاء شبيبه القبائل دفاع شادر امامي سدد بن شريفه بن شريفه تسديد والمطالب ضربه جزاء ماذا يقول الحكم بن شريفة سدد الكرة للفريق الجزائري أمام الإعادة رضا بن سايح بن سايح على يسار قعلول والجيسكا تقدم واحد صفر سباقية الجزائرية من علامة الجزاء رضا يضع كرة داخل الشباك ويمنح فريق التقدم هذا بوالي بوالي فنان الجزائري بوالي عرضية فرصة الثاني الهدف الثاني الهدف الجزائري الآن في الشوط الثاني الطريق شواتي غادر محمد صولا يرفع كرة صولا آخر في لومبون باش 2-0 ولكن فخر الدين كرة تلعب داخل منطقة الجزاء هذه كرة من صولا محاولة خطيرة درلية في بنين صولا يسدد في مناطق الكناري محمد صولا يسدد الآن في آخر كرة الآن جزائرية محاولة خطيرة وعلي متسلل دفاع وصافرة البنا تعلن انتهاء هذا اللقاء انتهاء الديربي المغاربي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بين